سمعت في الانتخابات آخر أسبوع في الانتخابات الرئاسية باش ينتخبوا رئيس جمهورية. الحقيقة أنا ما انتخبتش حتى مرة، عمري ما جربت الانتخابات وما مشيتش حتى مرة صوتت. المرة هذه باش نمشي نصوت، باش نعطي صوتي لواحد من المترشحين اللي نأمن إنه هو ينجح تونس ويطورها ويحسنها، وخاصة يتولها بالجنوب، ولا سيما قفصة اللي تعاني الفوسفات وتعاني الأمراض وتعاني برشا حوايج خايبة، وإن شاء الله يتولها بنساء، نساء في قفصة يعانوا برشا حوايج، يعانوا التلوث، يعانوا الأمراض، يعانوا من الفوسفات، يعانوا من نقص الطب. يعني إن شاء الله الانتخابات الرئاسية تفرز واحد باهي ويتولها بقفصة كيف ما قلنا، ويتولها بالنساء ويعطينا قيمتنا، ويهتم بالفلاحات، ويهتم باللي يخدموا في المصانع، وينقص علينا من العنف ومن ظاهرة تقتيل النساء.